لا يعلمون أن الشرك أكبر من الزنا وأكبر من إتيان الذكران من العالمين وأكبر من شرب الخمر وأكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا كانوا لا يعلمون ذلك فكيف يجتنبوا هذا الشرك العظيم وكيف يلتزموا التوحيد العظيم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، بأن لا يصلى إلا لله ولا يدعى إلا الله ولا يطاع طاعة عامة إلا الله جل وعلا، وأما غيره فيطاع فيما وافق فيه شرع الله ولا يوافق على ما خالف شرع الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، فهو أشد من الزنا وأشد من أكل الربا وأشد. الشرك هو دعوة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا الشرك. شرك أكبر. نعم. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. أعظم ما نهى الله عنه الشرك. الله نهى عن أشياء كثيرة، ولكن أعظم المنهيات هو الشرك والعياذ بالله. فإن الله حكم على المشرك بأنه خالد مخلد للنار إذا مات على الشرك، أما لو تاب فإن الله قبل أن يموت فإن الله يتوب عليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم. لا يعلمون أن الشرك أكبر من الزنا وأكبر من إتيان الذكران من العالمين وأكبر من شرب الخمر وأكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا كانوا لا يعلمون ذلك فكيف يجتنبوا هذا الشرك العظيم وكيف يلتزموا التوحيد العظيم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.